كما يعود برنامج تشويش واضح الذي يبدأ عرضه عند الساعة 8:30 من مساء الخميس بدءا من هذه الليلة بتقديم معاذ البزور. ويتناول برنامج تشويش واضح الذي لاقى صدى جماهيريا واسعا في مواسمه السابقة القضايا والأخبار بشتى جوانبها بأسلوب ساخر. تشويش واضح عندما يزف الخبر الخميس على 8:30 المساء. أما ثالث هذه البرامج هو حكيثان الذي سيعرض كل جمعة عند 9 مساء بدءا من يوم غد. وحكيثان هو برنامج شبابي حواري من تقديم أحمد ياسين ومعن صافي وغالية طوال وعلياء فارس، ويتناول قضايا مجتمعية يطرحها المقدمون ويناقشوها من منظورهم الشخصي. حكيثان برنامج مسائي غير شكل